أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نصحبكم فيها بين أهم ما قالته الصحف العربية والمواقع الإخبارية. نبدأها بالعناوين. موقع إخباري يتساءل: لماذا يهاجم الحوثيون المبعوث الأممي ويطالبون بتغييره؟ وفي الاشتراك نت: مديرية في ريف تعز تحتفل بمرور 47 عاما على تأسيس أول جمعية تعاونية. نائب وزير حقوق الإنسان يقول للشرق الأوسط إن موظفين محليين يقفون خلف صدور التقارير المغلوطة. ومن الأخبار الأكثر تداولاً: امرأتان متهمتان باغتيال الأخ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية. أهلاً بكم، نبدأ من موقع الموقع بوست والذي ينفرد بنشر أبرز ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن عن اليمن. وقال فريق الخبراء الأممي الخاص باليمن في تقريره النهائي: قوات الحوثي وصالح تواصل عملها بوصفها جزءا من التحالف العسكري مع المخلوع صالح، مع الإبقاء على تسلسل منفصل للقيادة والتحكم على المستوى العمليات. ووجد الفريق أن الحوثيين يستخدمون بشكل متزايد أسلحة حاسمة للمعارك مثل القذائف الموجهة المضادة للدبابات التي لم تكن موجودة في مخزونات اليمن في مرحلة ما قبل النزاع. وقال الفريق في تقريره إن المخلوع صالح لا زال يمارس قيادة وسيطرة فعليتين على شبكة واسعة من الحلفاء أقامها على مدى أكثر من ثلاثة عقود كرئيس للدولة، وتتكون هذه الشبكة من ثلاثة عناصر مستقلة: عنصر قبلي وآخر سياسي وثالث عسكري. وقال التقرير إن شبكة صالح تعمل وفق خطوط ولاء شخصية للغاية. يطرح موقع يمن مونيتور تساؤلا بخصوص عمل مبعوثي الأمم المتحدة إلى اليمن، ويقول في صفحته الرئيسية: لماذا يهاجم الحوثيون المبعوث الأممي ويطالبون تغييره أو يطلبون تغييره؟ يقول الموقع إن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بات محصورا بين نار الاتهامات بالفشل وسهام النيل من شخصه ودوره، فلم ترضى الحكومة اليمنية الشرعية عن مواقفه، وأيضا يطالب بتغييره الانقلابيون. ويستند الموقع إلى رأي أحد المحللين السياسيين في معرفة أسباب الهجوم على المبعوث الأممي، والذي قال إن هجوم الحوثيين والمخلوع على المبعوث الأممي أسطوانة مشروخة تتكرر باستمرار عندما يصلون إلى أفق مسدود ويفشلون عسكريا أمام قوات الشرعية. وقال المحلل أيضا: الحوثيون يرجون من وراء مطالبهم بتغيير ولد الشيخ إرباك أي عملية للتفاوض والتنصل من التزاماتهم السابقة واللعب على عامل الوقت، لأنهم يشعرون بأنه كلما طال أمد الصراع في اليمن ترسخت أقدامهم في الحكم. كتب محمد جميح مقاله المنشور في المصدر أونلاين معلقا حول الوهم الذي يسوقه زعيم الميليشيا لمن يغرر بهم، وقال في أجزاء من مقاله: يقول الحوثي لأنصاره ليعظم من قدراته في عيون المغفلين إنه يحارب تحالفا من 17 دولة على رأسها أمريكا. في خطابه الأخير يربط عبد الملك الحوثي حربه بأمريكا وإسرائيل ليعطي هذه الحرب مشروعية وطنية ودينية. وفي الخطاب يقول الحوثي إنه نقل اليمن من مرحلة كان فيها لا يصنع الصلصة إلى مرحلة صنع فيها الصواريخ التي وصلت إلى الرياض وما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض. هل ذكرتم عبارته تلك بكذبة الممثل الآخر حسن حزب الله الذي يقلده عبد الملك، والذي تحدث عن قدرته على الوصول إلى تل أبيب وما بعد تل أبيب وما بعد ما بعد تل أبيب؟ كرر عبد الملك في الخطاب تشنيعه على المرتزقة الذين يؤيدون العدوان على بلادهم، والعجيب أن الحوثيين يشنعون على هادي استعانته بالعربي الشقيق في حين يدافعون عن بشار الذي استعان بالإيراني والروسي الأجنبي.
وكأن الحوثي يريد أن يقول إن الروسي لو عرض عليه مساعدته فإنه سيرفضها لأنها من أجنبي. نسي هذا المعلب الدماغ أن وفده ظل أياما في موسكو كالشحاذ على باب وزارة الخارجية الروسية دون أن يفتح له الباب. الشيء الجديد في خطاب عبد الملك أنه أدخل الولاعة ضمن خياراته الاستراتيجية التي يتوعد بها. أكد تقرير للأمم المتحدة أنه تم تسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص. ووفقا لموقع المشاهد نت والذي نقل بيانات البنك الدولي، فقد بلغت نسبة البطالة العام الماضي نحو 60%، فيما أكدت منظمات رصد محلية وجود الآلاف من العمال الذين فقدوا أعمالهم في محافظة تعز فقط، كما تم تدمير معظم المحلات والمؤسسات التجارية المتوسطة والكبيرة. وأكدت هذه المنظمات أن 80% من العمال فقدوا وظائفهم وأصبحوا عاطلين عن العمل في مختلف المدن اليمنية، وتأتي تعز في المرتبة الأولى. ونشدت هذه المنظمات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في العالم تقديم الدعم لهذه الشريحة المتضررة من الحرب. وفي مديرية المعافر التابعة لمحافظة تعز أقيم وفقا لموقع الاشتراك نت احتفال جماهيري بمناسبة مرور 47 عاما على تأسيس أول تعاونية في المنطقة. يفيد الموقع برزت في منطقة الصنة ما عرف بالتعاونيات، حيث كانت أول منطقة تتبنى العمل المجتمعي في الوقت الذي لم تمنع قلة الإمكانات أبناء المنطقة من التخلي عن المبادرة وتوحيد جهودهم التي أنتجت عدة مشاريع خدمية. مدير تعاونية الصنة بشير قاسم قال إن التعاونية تأسست في السبعينيات من القرن الماضي، حيث تمكنت من إيجاد ثقافة مدنية تعاونية في العزلة. وأوضح قاسم أن عوامل عديدة جعلت التعاونية تنجح، منها تبني التكافل الاجتماعي واتخاذ المصداقية والعمل الجاد. لماذا الصمت الحكومي تجاه تهاوي الريال اليمني؟ بهذا التساؤل بدأ صالح الحماطي دعوته للحكومة الشرعية لوضع حد للتدهور المالي، وقال في مقاله المنشور في يمن 24: وصل الريال اليمني إلى رقم قياسي جديد، وأصبح سعر صرف الريال أمام الدولار 360 ريالا. هذا الرقم القياسي لن يكون الأخير، بل إنه قد يكون مجرد بداية لمسلسل الانهيار الكبير لسعر العملة اليمنية التي باتت مجرد ورق لا تحمل أي قيمة مع تآكل الاحتياطي الذي أنفقه الانقلابيون خلال العامين الماضيين من سلطتهم، التي دمرت البنية الاقتصادية التي كانت ركيكة أصلا. الملفت في الأمر هو الصمت الذي تمارسه الحكومة الشرعية تجاه هذا التهاوي غير المسبوق في سعر الصرف. وكان يجدر بالحكومة وضع خطة معلنة للإنقاذ الاقتصادي وفق خطة زمنية واضحة والسعي لتنفيذها بقدر ما تستطيع. أما الاستمرار في الصمت غير المبرر لن يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدا. أزمة الاقتصاد اليمني لن تحل بعصا سحرية، ولكنها ستحل بعمل جاد قائم على أسس علمية تساهم في انتشال الاقتصاد الوطني من حالة الشلل التي يعيشها لتسيير عجلة النمو الاقتصادي. فإذا علمنا أن إدخال كل ريال من العملة المحلية التي قيل إن 400 مليار ريال وصلت بعد أن طبعت مؤخرا في روسيا، وبدأ إدخالها للسوق، ستعزز أكثر انهيار الريال أمام العملات الأجنبية لأنها مجرد ورق بلا قيمة، فالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يغطي تلك المبالغ، ولا توجد أي نفقات حقيقية منتظمة. موقع التغيير نت عنون في صفحته الرئيسة: الحكومة تحركات الجيش في مناطق الساحل الغربي من صميم عملنا لإنهاء معاناة المواطنين من انتهاكات الميليشيا. تقول التفاصيل إن الحكومة اليمنية أكدت أن تحركات الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الانقلابيون، يأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على حماية المواطنين وإنهاء معاناتهم.
وقال بيان للحكومة إن المواطنين في مناطق الساحل الغربي يعانون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل القوات التابعة للحوثي وصالح. وقال البيان إن المواطنين يتعرضون للاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج إطار القانون والحرمان من المساعدات وتفجير المنازل. كما ذكرت الحكومة في بيانها المنظمات الدولية بمصادرة ميليشيا الحوثي وصالح للمساعدات الإنسانية والتي تأتي عن طريق ميناء الحديدة، حيث تقوم قيادات الانقلاب ببيع تلك المساعدات في السوق السوداء. موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية: السلطات في أبيان تقر منع مداهمة المنازل والاعتقالات خارج إطار القانون والقضاء. وقال الموقع إن السلطات الأمنية في محافظة أبيان أقرت منع مداهمة المنازل والاعتقالات التي لا تتم بناء على معلومات وأدلة من الأمن العام والأمن السياسي والقومي وبقرار قضائي، وفي الأحوال في الأحوال التي يخولها القانون. ووفقا للموقع فإن اجتماعا برئاسة محافظ أبيان الخضر السعيدي ومسؤولين أمنيين ومحللين أكد تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بعملية الاحتجاز وتحقيق العدالة والأمن والاستقرار. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعود الترحيب بكم مشاهدينا. استقبل ميناء المكلا في حضرموت في محافظة حضرموت أولى رحلات الخط الملاحي العالمي لشركة صينية تعمل في الملاحة البحرية، وعنونت صحيفة العرب الجديد في أحد موضوعاتها عن اليمن: ميناء المكلا اليمني يستقبل أولى رحلات الخط الملاحي العالمي. وذكرت مصادر ملاحية أنه جرى تشغيل أولى رحلات الخط الملاحي كوسكو لنقل الحاويات، حيث سيتم تسيير رحلات بحرية منتظمة ومباشرة إلى الميناء اليمني المطل على بحر العرب عبر نقطة الترانزيت وتجميع الحاويات في ميناء جبل علي الإماراتي. وأشارت المصادر إلى أن الميناء استقبل باخرة تحمل على متنها 96 حاوية محملة ببضائع ومواد غذائية وصناعية متنوعة، وهذا هو ثاني خط ملاحي للحاويات يصل إلى ميناء المكلا. تضيف صحيفة العرب الجديد: ميناء المكلا ثاني أهم الموانئ الرئيسة في اليمن بعد ميناء عدن، وبعد توقف ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر بسبب الحرب الدائرة في البلاد. تتابع الصحيفة: تبحث السلطات إطلاق مشروع مد خط أنابيب من حقول النفط السعودية إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت، وهو مشروع نوقش قبل سنوات وتعثر بسبب خلافات حول حقوق السيادة على المنطقة المحيطة بالأنبوب. قالت صحيفة الخليج الإماراتية في أحد أخبارها إن معدل الجريمة في صنعاء ارتفع بنحو 60% في ظل الانقلاب. وقال تقرير صحيفة الخليج إن معدل الجريمة في صنعاء وكل المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية ازداد بنحو 60% في غضون السنتين الأخيرتين، وسط اتهام للحوثيين بارتكابها أو على الأقل بتسهيلها. وقالت مصادر أمنية يمنية ومسؤولون محليون إن في مقدمة الجرائم التي ارتفع معدلها القتل العمد والسرقة وقطع الطريق والخطف وتجارة المخدرات. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن هذه الجرائم تتركز في صنعاء وإب والحديدة وعمران والبيضاء التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، إذ زاد فيها عدد جرائم القتل والسرقة والنهب وقطع الطريق خلال العام الماضي على 32,000 جريمة، وارتكبت مئات الجرائم بغرض السرقة والنهب بقوة السلاح في المدن وعلى الطرقات الرئيسية. قال نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر لصحيفة الشرق الأوسط إن ميليشيا الحوثي وصالح
تقوم بنهب المساعدات الغذائية والدوائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية إلى المحتاجين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم. وقال عسكر إن التقرير الذي تصدر عن منظمات حقوق الإنسان من العاصمة صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي وصالح كانت غير محايدة، متابعا أن هناك حالات كثيرة جرى توثيقها وآخرها ما حدث في البيضاء وذمار من نهب لشاحنات المساعدات الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومخازن الأدوية التابعة لعدد من المنظمات الدولية. وقال المسؤول إن المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح يتعرضون إلى انتهاكات تمس حقوق الإنسان وحريته وكرامته. وأرجع نائب وزير حقوق الإنسان اليمني أسباب غياب الحيادية في التقارير الدولية إلى منع الميليشيا للمنظمات من إيصال المعلومات الحقيقية إلى المراكز الرئيسة لتلك المنظمات في مختلف دول العالم وإرغامها على التشويه المتعمد. وأضاف في حالات كثيرة لعب الموظفون المحليون لتلك المنظمات دورا سلبيا في صدور تقارير مغلوطة من خلال انحيازهم الواضح للانقلابيين. الديمقراطية لا تزال هي الإجابة للعالم العربي، تحت هذا العنوان كتب وضاح خنفر مقاله المنشور في موقع الموقع بوست. في الشرق الأوسط لم تبنى فكرة الدولة على أساس أن تكون دولة لمواطنيها تستجيب لرغباتهم واحتياجاتهم، على العكس من ذلك كان ما يجمع الدولة والشعب هو حالة من العداء، وشكل هذا الانقسام الثنائي بين الدولة والمجتمع جوهر أزمة الشرعية، فقد أدى ذلك النقص في الشرعية الجماهيرية بالدول إلى السعي وراء البقاء من خلال تكوين تحالفات دولية وبناء أجهزة أمن قوية. وبالإضافة إلى تاريخ التدخل الغربي والإرث الاستعماري وبروز دور القوى الغربية في المنطقة، مهد افتقار النخب المحلية للشرعية الطريق أمام الغرب بصورة أكبر لممارسة دور مؤذن في المنطقة، وتوج ذلك بمزيد من التفتيت للمنطقة وبتعميق أزمة الشرعية داخل الدول وبمزيد من التباعد بين هذه الدول ومجتمعاتها. وقد ساهم فشل الدولة أيضا في انهيار النظام السابق، إذ لم يكن نظام الدولة غير شرعيا في نظر الشعب فحسب، بل كان الحكام كذلك غير أكفاء وعاجزين عن توفير المطالب الأساسية سواء من أجل الاستقرار الأمني أو الاقتصادي. ومن اليمن إلى العراق ومن سوريا إلى مصر أصبحت الدولة أداة في يد الزمرة الضيقة التي تشكلت على أساس الهوية والإيديولوجية أو مصالح معينة. وبقدر ما اختزلت تلك النخب نفسها في كونها ممثلة لهويات تقليدية محدودة، بقدر ما تقوضت التصورات السياسية المتعلقة بالمواطنة. ومن بين أكثر الأخبار تداولا في الصحف الصادرة اليوم ما قالته صحيفة البيان في أحد عناوينها: امرأتان بقفص الاتهام في اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية. تقول الصحيفة: أحاطت بقضية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية حكاية غامضة على الأقل حتى الآن، فيما دائرة الاشتباه تحوم حول امرأتين وتم اعتقالهما بالفعل. تقول الصحيفة إن إحدى المتهمات تقيم في أحد فنادق كوالالمبور الرخيصة، وقامت بقص شعرها قبل يوم من تنفيذ الاغتيال في مطار كوالالمبور. وبحسب رواية موظفي الاستقبال في الفندق، فإنها غادرت الفندق في وقت مبكر يوم الاغتيال لتعود لاحقا دون أن يظهر عليها أي نوع من الإجهاد. أما الثانية فاتهمتها السلطات بالاشتراك في عملية الاغتيال، وكانت تعيش حياة هادئة في أحد أحياء جاكرتا الفقيرة، وعملت في مجال الخياطة قبل أن تقصد ماليزيا بحثا عن فرصة عمل. وأعلنت كوريا الشمالية أنها سترفض نتائج تشريح الجثة في ماليزيا. وقال سفير كوريا الشمالية في ماليزيا: أجرى الجانب الماليزي على نحو قسري عملية تشريح الجثة دون الحصول على إذننا وشهادتنا لهذا الحدث. شبكة البي بي سي عنونت في أحد أخبارها الأكثر قراءة: العثور في المغرب على لوحة إيطالية مسروقة بقيمة 6 ملايين دولار. وقالت التفاصيل:
عثرت الشرطة المغربية على لوحة فنية تاريخية مسروقة من كنيسة في مدينة مودينا شمال إيطاليا، ويقدر ثمنها 6 ملايين دولار أمريكي. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب في بيان لها إن الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا للتحقق من أصلية لوحة فنية تم احتجازها في مدينة الدار البيضاء، ويعتقد أنها اللوحة المسروقة من كنيسة في إيطاليا، وهي عمل فني يصنف ضمن التحف واللوحات الفنية ذات القيمة التاريخية. وأشار البيان إلى أن السلطات المغربية أبلغت مكتب الشرطة الدولية الانتربول في روما بالعثور على اللوحة، وأن الانتربول بعد الاطلاع على تفاصيل تتعلق بمقاسها وصفاتها أكد مبدئيا أن الأمر يتعلق فعلا باللوحة التاريخية المبلغ عن سرقتها. أمريكا مع الحل وضده، تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله في صحيفة الخليج، وقال في جزء منه: أمريكا لم تعد أمريكا، خاصة منذ أن وصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في شهر يناير الماضي، وشروعه في إمساك الملفات السياسية الساخنة الداخلية منها والخارجية. فإن التخبط حيال معالجة القضية الفلسطينية صار هو العنوان الذي يميز سياسة الإدارة الجديدة، وقد بدأ منذ الأيام الأولى لدخول ترامب البيت الأبيض، عندما أعلن أن إدارته ستدرس بجدية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو موقف يتناقض مع مواقف رؤساء أمريكيين سابقين. بعدها توالت الأحداث ورأينا مزيجاً متنوعاً من المواقف المتذبذبة حيال القضية الفلسطينية، توجت بإعلان ترامب بعدم حماس الولايات المتحدة لخيار حل الدولتين، وهو الخيار الذي أجمع عليه العالم، على الرغم من أنه جاء على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب أرضه وتاريخه، إذ لا وجود حقيقياً لدولة اسمها إسرائيل. وكل ما في الأمر أن القوى الكبرى فرضت رؤيتها لإقامة دولة إسرائيلية لتبقى خنجراً مسموماً في قلب الوطن العربي. تذرعت واشنطن بالقول إنها لن تسعى بعد اليوم إلى إملاء شروط أي اتفاق لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بل ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان أياً كان هذا الاتفاق، ورأت أن حلاً على أساس دولتين لا يجلب السلام ليس هدفاً يريد أي أحد تحقيقه، وهو أمر يتناقض تماماً مع الرؤية الأمريكية لحل القضية الفلسطينية. الموقف الأمريكي الجديد جاء بالتزامن مع الزيارة التي قام بها إلى واشنطن رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، وهو موقف كان بمثابة مكافأة لإسرائيل. في أقصى شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة يقع أحد أكبر التجمعات السكانية البدوية في القطاع. جميع السكان هم من القبائل البدوية، تجمعوا خلال 20 عاماً وشكلوا هذه القرية قرية أم النصر، وهم يشكلون أسرة واحدة حد وصف صحيفة العربي التي أوردت جولة مصورة من هناك. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.